الجو هيتحسن. الأرصاد بتعلن تغييرا في حالة الطقس اليوم والأيام القادمة. الهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت توقعاتها لحالة الطقس النهاردة، وبتقول إن في تحسن نسبي في الجو في معظم المناطق. الهيئة كمان قالت إن الجو النهاردة هيبقى فيه سحب منخفضة ومتوسطة في شمال البلاد لحد القاهرة، وده هيخلي الجو لطيف شوية أحيانا. درجة الحرارة العظمى في القاهرة 33 درجة، والهيئة قالت إن الأيام الجاية هيكون فيه تحسن أكتر في الجو، والبلد هتتأثر برياح شمالية غربية اللي هتخلي الجو ألطف. بالنسبة لدرجات الحرارة، القاهرة الكبرى العظمى 33، المحسوسة 36، الوجه البحري العظمى 32، المحسوسة 35، السواحل الشمالية العظمى 31 والمحسوسة 35، جنوب سيناء العظمى 37 المحسوسة 40، شمال الصعيد العظمى 35 درجة والمحسوسة 39، جنوب الصعيد العظمى 39 درجة والمحسوسة 42. طبعا يعني احنا حاليا في شهر سبتمبر، شهر سبتمبر ده معروف انه في تقلبات، يعني ممكن ايام يبقى حر، ممكن ايام تبقى برد. فالشهر ده يعني البرد فيه بيزيد على الناس، ناس حتى اللي هي مناعتها ضعيفة شوية تلاقي بيجيلهم برد، ويعني حالتهم بتبقى صعبة. فانا يعني نصيحتي الصغيرة ان احنا نخلي بالنا، ما نمشيش على الايام على حسب مزاج الايام، نلبس يوم خفيف نلبس يوم تقيل، لان كده هيجيلنا دور برد. احنا نلبس لبس متوسط، مش خفيف قوي ولا تقيل قوي، حاجة في الوسط عشان ما يجيلناش دور برد. نخلي بالنا من الايام دي، نعدي بس شهر 9، في شهر 10 نبدأ نتقل يعني نلبس تقيل شوية. وطبعا دي من الاخبار الحلوة جدا لما بنقول انه خلاص الشتاء على الابواب، لان الصيف في مصر صعب جدا في هذا الموسم وفي المواسم اللي فاتت، ودايما يعني الصيف في مصر بيبقى صعب. اترك لحضراتكم التعليق.